المحلل السياسي يونس الكعبي ينضم إلينا عبر السكايب للحديث عن المشهد العراقي. مساء الخير أستاذ يونس. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. بداية، الحوار الكردي بشأن حصة الإقليم بعد مستمر، لكن أكو مخاوف كردية من عدم التوصل إلى اتفاق. برأيك كيف سينتهي هذا السيناريو؟ هذا الشطر الأول من السؤال، وهل ستصل الموازنة إلى مرحلة التصويت داخل البرلمان؟ تفضل أستاذ. نعم، المسألة يعني مع تحياتنا لمشاهديكم الكرام، الحقيقة ليس مسألة أنه التصويت على يعني موازنة الإقليم أو حصة الإقليم من الموازنة، بقدر ما هو الأهم هو التزام الإقليم بالمقررات الموازنة الاتحادية التي سيقررها البرلمان، حيث لاحظنا على مدى السنوات السابقة عدم التزام الإقليم بمقررات التي يتخذها البرلمان او الحكومه المركزيه عفوا، وملاحظ انه سلم ما بذمته من التزامات ماليه وغير ماليه، ولم يسمح حتى لديوان الرقابه الماليه بمراقبه هذه الاموال واين تذهب هذه الاموال وكيف يتم انفاقها. وهذا هو جوهر الخلاف بين الحكومه المركزيه وحكومه الاقليم، ان حكومه الاقليم ترفض الاشراف المباشر على اقليم كردستان وعلى حساباته وعلى تطبيق سجلاته في هذه الامور. مساله مدى التزام الاقليم بالمقررات والقوانين المركزيه، هذا من جانب. من جانب اخر انه الفقره 11 كان يعني يحدد انه الاقليم يسدد 250 الف برميل يوميا من انتاجه، والباقي الانتاج غير معروف المصدر، اين ستذهب هذه. استاذ يونس، انا هسه ريت اسالك صراحه عن هذا الموضوع، بس قبل ما ننتقل لموضوع براميل النفط، حضرتك ذكرت في التفصيله مهمه، قلت انه الاقليم مدى يريد او مدى يريد يسوي فد او يريد يسوي اتفاق سياسي، بس ما يريد يوصل للقوانين الدستوريه، وبالتالي راح يوصل للاتفاق. ليش الاقليم اليوم متعند ما يريد يسوي موازنه؟ يعني الاقليم يبحث عن الاموال فقط والامتيازات، ولا يريد اشراف الحكومه المركزيه على السياسات العامة. زين، مو الإقليم عنده حصة، يعني إذا كمل الموازنات مالته راح تجي الحصة مالته جاهزة. نعم، يريد سيد العزيز الإقليم يريد المبلغ كما نصت عليه الموازنة دون المحاسبة. يعني هذا الحكي. امتيازات دون التزامات، هذا ما يريده الإقليم باختصار. أما كل ما يدور من مفاوضات وأخذ وجب، هذا التزامات. المشكله ليست في الاموال التي تدفع، المشكله في التزامات الاقليم، سواء التزامات ماليه او التزامات سياسيه او اداريه. هذا هو جوهر الخلاف بين الاقليم والمركز. تمام. طيب، اذا شويه سولفنا على موضوع الانتخابات المبكره، يعني لربما شويه لها علاقه بالموازنه. اليوم البعض يقول ان الانتخابات المبكره ما راح تغير شيء بالمشهد السياسي العراقي، برايك كمحلل سياسي استاذ يونس، راح تغير لو ما تغير الانتخابات المبكره؟ خليها بين قوسين. نعم سيد العزيز، كوجوه جديده اكيد الكتل السياسيه ستسعى تقارب الوجوه القديمه حتى تكون اكثر مقبوليه من الجمهور. هناك وجوه ستدخل الى الحياه السياسيه من حراك تشرين، احزاب ربما اجتمعت مجتمعه فرادى، ستصل الى البرلمان وجوه شبابيه ربما في المرحله القادمه، ولكن المشهد السياسي برمته لن يختلف كثيرا عن المشهد السياسي الحالي، لان الكتل السياسيه قد خبرت هذه اللعبه السياسيه الى لعبه الانتخابات، وادركت مبكرا، وما هذا التاخير في موعد الانتخابات الا للتهيئه للدخول الى هذه الانتخابات وفق القانون الجديد، قانون الدوائر المتعدده،